السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل متابعين قناة دوائك. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله نتكلم على مشكلة دهون الكبد. لو أنت متعرفنيش، أنا دكتور إسلام فراج، صيدلي بمستشفى جامعة عين شمس. لو أنت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل جرس التنبيهات، ولو في كومنت أو في أي تعليق أو أي سؤال ممكن تسيبوها لي في الكومنت بوكس تحت بعد ما تتفرج على الفيديو وتشوفه للآخر. نتكلم على مشكلة مهمة جدا يا جماعة وظهرت الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهي دهون الكبد. دهون الكبد هي عبارة عن تجمع الدهون حوالين الكبد، وده له أسباب كتيرة جدا. خلونا نتكلم على أول سبب فيها، هو السمنة أو زيادة الوزن. ناس ركز معايا، الفيديو ده مهم جدا لأنه أنت ممكن يكون عندك دهون كبد وأنت مش واخد بالك، فننتبه. لو أنت وزنك زايد أو البي إم أي أو بيزل ميتابوليك ريت أو معدل حرق عندك عالي من أكتر من 25، ده بيدل إن أنت عندك دهون الكبد. ومن ضمن الأسباب الرئيسية لإن بي إم أي أو معدل حرق أو معدل الميتابوليك ريت أو اللي هو الأيض يعني بشكل عام عندك عالي، هو إنه وزنك زيادة. وزنك زيادة ده معناه إن الكبد عليه دهون زيادة. رقم 2، مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين اللي تيجي بسبب الوزن برضو من ضمن الاسباب اللي تؤدي الى تجمع الدهون حوالين الكبد. رقم 3، التدخين. التدخين من ضمن الاسباب اللي بتزود الكوليسترول في الجسم او في الدم، فبالتالي بتؤدي الى مشكلة ظهور دهون الكبد، وده حاجة لازم نبطلها ولازم ناخد بالنا منها. بعد كده ارتفاع دهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول في الجسم بعيد عن التدخين، دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى ظهور الدهون على الكبد. طبعا الدهون بتتكون في الجسم بشكل عام، لكنه اخطر دهون ممكن تتكون وبتأثر على الكبد هو دهون الكبد، لانها بتضعف الكبد وبتعلي الانزيمات، ودي بتكون مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. طيب يا دكتور، ايه هي اعراض الاصابة بدهون الكبد؟ اول ما تعرف ان وزنك زايد، تأكد 100% انت عندك المشكلة دي. لو بتاخد كحوليات، تأكد 100% انت عندك المشكلة دي. تدخين، تأكد 100% انت عندك المشكلة دي. عندك الدهون الحشوية او عندك، اسف في الكلمة، الكرش يعني او كده، تأكد 100% انت عندك مشكلة دهون الكبد. بشكل بسيط كده خلونا نتكلم على علاج مشكلة دهون الكبد. رقم 1، لازم تخس، لازم وزنك يقل، لازم وزنك يقل. نقصان الوزن او نقصان كمية الدهون في الجسم هي اللي بتؤدي بشكل كبير الى انخفاض معدل دهون الكبد. الكلام ده بيتم عن طريق ان احنا بنعمل حميه غذائيه او ان احنا بنعمل دايت. المشي، ان احنا نقلل السكريات، النشويات، الحاجات اللي بتسبب المشاكل او تجمع دهون الكبد. لازم نعمل تحليل بي ام اي او مؤشر كتله في الجسم، لازم نعمل التحليل ده، ولازم نعمل تحليل انزيمات الكبد. لو انزيمات الكبد عاليه ووزنها زايد، ده ممكن يدل ان في مشاكل في الكبد او تجمع دهون الكبد. لو الكوليسترول زايد عندنا، ولازم لازم لازم تتاكد ان الحاجات دي مش زايده عندك. الكوليسترول، دهون الثلاثيه، نسبة السكر، لازم وزنك وتأكد منه، كمية الدهون أكتر من كمية العضلات، تأكد إن عندك مشكلة دهون الكبد. بعد كده بتلجأ لأن أنت تعمل أشعة على الكبد فبتشوف هل فيها دهون ولا لا. لو أنت عندك تحليل معينة خاصة بالحاجات اللي أنا قلتها عليها دي، ممكن تبعتها لنا على اللينك اللي هسيبه لك تحت، وبنقول لك تفاصيل التحليل بتاعتك، هل أنت معرض لأن يكون عندك دهون الكبد ولا لا. ولو عايز نظام غذائي خاص بيك أنت عشان خاطر وزنك يكون كويس في المناسب ودهون الكبد بتاعتك تنزل، وبنتابع معاك خطوة خطوة. كان معكم اسلام فراج، مستشفى جامعة عين شمس. ان شاء الله باذن الله نقدر نفيدكم الفترة الجاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك للفيديو ده، وابعتوه لكل اصحابكم اللي ممكن يكونوا بيعانوا من المشكلة دي. على قد ما نقدر نحاول نساعد كل الناس. ولو عندك او عندك اي استفسار سيبونا في الكومنت بوكس تحت. والسلام عليكم ورحمة الله.